اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، فارزق إخواننا وأخواتنا بفضل أيامه المباركة طول العمر وحلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية. اللهم ارزقهم بالصحبة والذرية الصالحة، واحفظهم وأزواجهم وأبناءهم من كل سوء. اللهم لا تباعد بيننا وبينهم، فأنت تعلم أنهم سندنا وسعادتنا لا تكتمل إلا بوجودهم، فلا ترين فيهم برحمتك بأسا يبكينا، واكتب لهم بفضلك كل الصحة والسعادة والخير في الدنيا وفي الآخرة. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.